بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وطلح منضود وظل وماء مسكوب وفاكهة
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم أفرأيتم ما تمنون
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم